باش مبروكة ورمضان كريم لجميع المشاهدين. مرحبا بأنفاس بريس عندنا. سليمة مناني مصممة أزياء، لا مارك ديالنا ميزون دو كافتان باي مناني، ومرحبا بكم أكور أون فوا. دخلت الميدان ديال التصميم والخياطة وتوسكي بلدي ديالنا في هادي 23 سنة. بديت بتصميم الأزياء موديليست اللي كنا كنقراو في صالة العصرية إيتو، ولكن كان عندي توجور الميول ديالي لبلدي، أن الوالدة ديالي الله يرحمها كانت مصممة. سورتو الناس ديال كنا عايشين في فاس، كان عزيز عليها توسكي بلدي، لابغودغي، الطارز، توسكي تقليدي، وكان عندها واحد الذوق تبارك الله، ذوق زوين بزاف. من عندها تعلمت، ومن عندها كنت كنبغي نخدم هذاك الشيء، وكنت كنقبط نفصل داكشي الصغيوار لي شوت اللي كيبقاو عندها. اي حاجه بقات عندها كتلقاني حتى انا كنخلط وكنخرباق وكنقبط ان غالون نحطو هنا ونصوب هذه هنا، صفيفه عقيدات. واحد لاج لقيت راسي مشيت ديريكتومون لو ستيليست، ستيليزم بيان سور، اللي حاولت نحسن من توسكي اي حاجه اللي غادي اللي كتعجبني، اي حاجه اللي كتعجبني. كنبغي البلدي اللي كيبقى توجور بلدي، وبيان سور كنقدروا ندخلوا عليه شويه ديال المعاصره، مي كندخلوا عليه في الوقت اللي في الوقت ديالها. كل حاجه كتكون كل حاجه كتكون بتاويلها، والبلدي في بلاصتو والعصري في بلاصتو. ما نقدروش نقولوا تحديات، مي باغ كونطخ نقولوا كاين عندنا شي حويجات كتكون مسؤوليه. كيكونوا الوليدات صغار، عندي جوج وليدات عمر وهيبة، كيكونوا صغار كنقدروا نخدموا شويه، ما يمكنش تعطي الانرجي اللي عندك كلها للخدمه، واخا انت كتحماق على ديك الخدمه وكتبغي تعطي فيها وكتبغي تخدمي. مي باغ كونطخ كتكون شويه ديال المسؤوليه ديال لافامي، شويه ديال هذا هو اللي جوست. مي باغ كونطخ تبارك الله دابا ملي كبروا الحمد لله كنتفرغ بزاف للخدمه ديالي وكنقدر نعطي فيها اكثر. موقف الاسره كلشي كنعجبو الحال، سميره ماسور، جميله ماسور، زينب اوسي، كلشي كنعجبو الحال، لان سورتو ماما الله يرحمها كانت في لو دومين ديال لو ستيليزم، وكانت تبارك الله خياطه بمعنى الكلمه. هادشي علاش عزيز عليا بزاف هاد الميدان، كيفكرني بزاف الحوايج مع ماما اوسي الحمد لله. سميره اختي دائما هادشي كديري زوين، بيني اكثر بزاف الحوايج، حتى ليفينمونسيال فاش دخلت لهم سميره هي اللي كتقول لي لا علاش غير كتبقي غير كتخيطي العروسه، كملي معها لي زيتاب ديالها، وجدي معاها، ديري معاها هادي. مصيغ توجه لها تحيه، ميرسي سميره. الحمد لله ملي بديت الخدمه ديالي، وانا الحمد لله زعما اي حاجه كنصوبها كنكون مقتنعه بها 100%. اون فوا انا كنقتنع بالحاجه كنكون جو سوي سيغ بان حتى لو كليون غادي تعجبو، هادي هي اهم حاجه كنحطها انا قدامي. مي بزاف ديال الحوايج خدمتهم بزاف اللي كيبقاو عندي وزعما فرحانه بهم، هما الاعمال السينمائيه والاعمال التلفزيه اللي خدمنا هادي 3 سنين الحمد لله. هادو هما اللي كنفتخر بهم، وكنفتخر باني كنت باغمي هادوك الناس اللي كانوا في نجاح ديال داك العمل او للاعمال. هاد المجال نقدروا نقولوا تغيرات فيه بزاف ديال الحوايج بالنسبه الى بغينا نهضروا على الى بغينا نهضروا جوست غير على التقليدي او على اللباس ديالنا او القفطان ديالنا والجلابه ديالنا. كاين فيها بزاف ديال الحوايج تزادوا مودرن اللي كيبغيو هاد لي جون، كاينين دي جون اللي كيبغي تلبس الجلابه تلبسها مودرن فيها لاكوب تكون بدله، القفطان حتى هو يكون فيه داخل فيه اثواب اللي كنقدروا نلبسوهم حتى في لباسنا العصري اللي كيتلبس. هذه هي اللي نقدروا نقولوا تبدلات. مي باغ كونطخ تو سكي تراديسيونيل كيبقى تراديسيونيل، لا بغودغي ديالنا كتبقى هي الطرز ديالنا اللي باليد كيبقى هو التنبات ديالنا حتى هو البيرلاج، خلاص الدبانه والزواق المعلم كله كيبقى توجور هو هو. جوست كنقدروا نكون شويه ديال التغيير في لاكوب، في انواع ديال الثوب، هنا فين نقدروا نقولوا كاين شويه ديال التغيير.
كنصحوا اي واحد كتعجبو هاوي اللباس ديالنا والتقاليدنا المغربيه, يعني صافي دير تو سكي اللي كتلبسوا العروسه ولا اللي كيلبسوه العائلات ديالنا ولا اللي كيلبسوه في الاعياد ديالنا, واخا نبدلو واخا نقدروا نغيروه ونديوه زعما نردوه مودرن, نبقاو توجور محافظين على قفطاننا. اون فوا كنحافظوا على القفطان ديالنا المغربي لانه ولا تبارك الله مشهور في العالم كله, ما غنقولوش غير العالم العربي, لان كتلقى بزاف ديال الناس كلشي ناس كيقلبوا عليه يلبسوا قفطاننا المغربي. حقا نقدروا ندخلوا فيه اون توش, مي توجور نحافظوا على ثقافتنا, لان قفطاننا كتعتبر ثقافه ديالنا المغربيه اللي كنفتخروا بها الحمد لله في العالم باسره. لا مارك ديالي ميزون دي كارتون, عندي جوست كان عندنا كو لو ستيليزم. دابا دخلنا فيها ايفينمونسييل تو سكي مارياج, تنقاف ديال العروسه, اللباس ديالها, لي زاكسيسوار ديالها, شنو ما كتحتاج العروسه في العرس ديالها بارابور تنقاف. ولينا الحمد لله كنديروا التنقاف ديالنا 100% ميزون دي كارتون, بعماريات جداد, بميادي جداد, باي حاجه كنصوبوها كتناسب بيان سور شنو كيحتاج العروسه وشنو كتحتاجو في هذا الوقت ديالنا, درناه في العلامه ديالنا. بلوس ليفينمونسييل لي مارياج كنتكلفو بهم دو ا زد. عاد خلاص الستيليزم قفطان الجلابه. انا شنو كيعجبني بزاف نخدم في الاثواب اللي كتكون ثوب ناخذو سامبل, نخدم على لاسوال, الحرير, لا موسلين, كريب جورجيت, الاثواب كلها اللي كتكون سامبل, ناخذ فيها الوان اللي غنقدر نبدع فيها اكثر, نقدر ندخل فيها الوان اخرين. باغ اكزومبل عندنا دابا في هاد لا سيزون كنقدروا ناخذوا ثوب سامبل وندخلوا فيه بليزيغ كولور, لا بالنسبه للجلابه لا بالنسبه للقفطان, كيخليك تبدعي اكثر في القفطان اولا في الجلابه. انا جو بريفير الاثواب سامبل في الحرير, كريب جورجيت توجور كريب نورمال اي لا سوا. ما نقدرش نقول كنميز, وانما داكشي بارغو, كل واحد ولو غو ديالو شنو كيعجبو يحط. انا كتعجبني بزاف بزاف الطرز, واخا ندير لا كوب عصريه ندخل فيها توجور تراديسيونيل, الطرز ديالنا البلدي, البيرلاج ديالنا بلدي, زواق المعلم اللي ما عمره ما كيدي موضه تبارك الله. كيعجبني نحافظ على الثقافه ديالنا اللي انا كنفتخر بها الحمد لله. وسيله التسويق جوست قبل ما كانوش عندنا لي ريزو سوسيو, ما كانوش عندنا بزاف ديال الحوايج بحال دابا انستغرام ولا فيسبوك ولا سناب شات ولا هادشي, ما كانش قبل. كنتي ملي كتصوبي شي حويجه لاون فامي كتعجبهم, كتعجب لا فامي, كتعجب لونطوراج, هذه هي اللي كانت بوش اوغي. سي جوست هذا هو اللي كان الحمد لله اللي مشينا به دقه دقه حتى الحمد لله. المشاهير الفنانه كنحماق عليهم, علاقتي معهم الحمد لله ديما زوينه, عزاز عليا, عزيزه عليهم, عزيزه عليا ملي نصوب شي موديل تلبسو فنانات كتبينو للناس, حيت كما كنشوفو ان الناس كلهم اللي كيبغيو يشوفو لا كرياسيون جديده كيدخلو باغ اكزومبل عند شي اي فنان كيشوفو شنو الجديد اللي لبس هاد رمضان, كيعرفوا ان شنو اللي خارج على مود, شنو اللي ما خارج, شنو الالوان, شنو الاثواب, شنو لي كوب اللي خارجين. الحمد لله علاقتي معاهم زوينه بزاف وعزيزه عليا لبسهم. كورونا اثرت على العالم باسره, والمجال ديالنا بالنسبه للباس ديالنا المغربي بيان سور حنا فوقاش كنلبسو ملي كنكونو خارجين, كنكونو معروضين, كنكونو ماشيين عندنا مناسبه, عندنا ايفينمون, عندنا عرس, عندنا شي حاجه كنقدروا نلبسو القفطان ديالنا المغربي. وكيف كتعرفوا ان لي زيفينمون كلهم تحبسوا مع هاد كوفيد, اللي هاد الشيء جا من عند الله, ما عندنا ما نديرو, مي كلشي ضرر, كان ضرر كبير بزاف سورتو الناس اللي عندنا لي ماغازان, عندنا المحلات, عندنا ايكيب كلها كتخدم معاك اللي كيخصك كانت عايشه معاك دوبوي لونطون, خدمة ديالهم والرزق ديالهم الوحيد هو الصنعة ديال يديهم,
يعني تأثرنا بزاف وتأثروا معنا الناس ديالنا اللي حاولنا نديروا اليد في اليد مع بعضنا. ما كامل الحمد لله شفتوا لي زيفينمون تأثرنا بزاف وضررنا بزاف الحمد لله. هذا الشيء ديال الله. الجديد ديالنا في رمضان شافوا معنا المغاربه كاملين الحمد لله في المسلسلات ديالنا المغربيه بيان سور بنات العساس اللي العمل الناجح الكبير بزاف الحمد لله اللي كنفتخر بانني نكون معاهم اللي كان لباس ديالهم عجب الناس بزاف سورتو سعاد خي منافتو دنيا بوتازوت الحمد لله كان الجديد ديالنا كله غتشوفوه وشافوه المغاربه في بنات العساس وفي كلنا مغاربه السيتكم. نقدروا نقولوا كانوا وفقوا 70% ما نقدرش نقولوا 100% ولا 60% ان اون فوا سورتو سورتو ملي كنكونوا في لي تورناج ما عندناش الوقت العائله ديالنا ما عندناش الوقت بيان سور بزاف ديال الحوايج لان عندنا مسؤوليه ريسبونسابيليتي اللي كيخصنا نكونوا على قدها والحمد لله مي كامل شويه هكا وشويه هكا. نقدروا نقولوا نطوروا ان شاء الله من ليفينمونسيه ديالنا هذا هو ونطوروا من القفطان ديالنا ودائما كنحافظوا على الثقافه ديالنا وعلى تقاليدنا وعلى توسكي تراديسيونيل.